السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي أفضل مواقع لتحمل منها ملفات الباوربوينت أو ملفات البي بي تي. في هنا مثلا بي بي تي سيرش، هتلاقي إن أنت تقدر تحمل اللي أنت عايزه، مجرد تكتب الحاجة اللي أنت عايزها وتقول له اعمل بحث هيبدأ يجيبها لك. مجرد إن أنت تقول له سيف، هو بيجيب لك بس الملفات اللي هي امتدادها بي بي تي أو باوربوينت. ده برضو، وفي الموقع ده فادلو تكتب اللي انت عايزه وهو يبدا يعمل لك سيرش عليها في كل موقع الانترنت. وفي وورلد اوف تيتشنج تقدر برضو تحمل وتعمل سيرش على الملفات اللي انت عايزها. وفي الموقع دوت هتلاقي الروابط كلها اسفل الفيديو، برضو تقدر تعمل سيرش على ملفات الباوربوينت. هنا برضو الموقع الشهير سلايد شير، تقدر تعمل سيرش، بس غالبا لما بتيجي تعمل سيف الخيار تسييف في بي بي تي والاغلب بيبقى بي دي اف. تمام. الحاجة التانية ان انا ممكن من خلال جوجل، وانا بفضل الموضوع دوت، اكتب الكلمة اللي انا عايز ادور عليها وبعد كده اقول فايل تايب. يعني هقول له مثلا انا بدور على كلمة مثلا ايجيبت. تمام. واقول له انا عايز اعمل فايل تايب وارحط نقطتين واقول له بي بي تي، يعني عايز الاقي الملفات اللي هي الباوربوينت. فيبدأ يجيب لك كل الملفات اللي هيجيبها لك هي الملفات الخاصة بالباوربوينت، فتقدر تحملها على طول على الجهاز بتاعك.